بالشرف بالشهامة، ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة نلم جراحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد بحر ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندلب يزرع فني يحصد شر الندالة، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالي، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. الله 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 بالصبر بيتحلوا، بس العواينية رح ينهانوا وينزلوا. والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله، والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله. الله 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 فاتحي. مالك معي مصاري انت لك ابني؟ الك جمعيتك ما تجي تاخذها، وين كنت؟ بدي بس. بس شو؟ ما بعرف شو بدي اقول لك يا عمي ابو عصام، سامحني مشان الله انا غلطت، انا ما عاد نطرت البواكيه بنهار. شو عم تحكي انت لك ابني؟ ليش سوي؟ ما عاد معي مصاري واهلي بدهم ياكلوا، وانا ما كنت شوفك لانه كانت دكانتك مسكره. قمت صرت اشتغل بالنهار ونام بالليل بالبواكيه انطرها. وراح شين البواكيه ان شاء الله؟ لا لا لا، كل شي على حطة ايدي العقيد. ايه والله. وشو كنت عم تشتغل؟ بالتربة مع حفار القبور. شو؟ ما حدا غيره رضي يشغلني عنده. لا حول ولا قوة الا بالله. ابني بتبطل من عنده وبترجع على البوايكية بتداوم فيها الليل نهار، وشو بيصير معك ترجع بتخبرني لي. امرك عمي امرك. لا امر لله لك ابني، لا امر لله. لا حول ولا قوة الا بالله. مسيت عمي. هدول مني، هدول جمعيتك، هدول من ايدك لايد ابوك، شو فهمت؟ خلص، حاضر عمي، فهمت. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا فتحي رقيد لعند ابوك، ضبهم منيح. مشي، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ابي معتز الله يرضى عليك، روح على البيت خذ اخواتك البنات لعند امك على بيت خالك، خليهم يباركوا لها بالشهر. روح. انا يا ابي؟ اي ابي روح هلا، روح. امرك يلا يعني. روح روح، هلا معك. شو كنت بالبيت يا ابي؟ لك ابي شو راح تتصايم البيت تارك الدكانه مفتوحه؟ لانه بغيابك يا ابي اجى ابو بشير وسال عنك، وفهمت منه انه كان عنده علم، والحريم تبع ابو بشير كان عندهم علم من قبل ما يجي خالي مع اهل الحاره يشوفوك بالدكان. مشان هيك يا ابي انا رحت على البيت لحتى اسال لطفيه ايش كان حاكي شيء لامه ولا لا. لك ابي شو دخل حماتك بالفضيحه؟ هي ما في غيرها يا ابي، هي طالعه من بيت لبيت. لا لك ابي، حماتك ما بتساويها وما راح تساويها. لك ابي الله يرضى عليك، انت صايم والدنيا رمضان، هذا الحكي ما بيجوز، لا تظن بالناس غلط،
الدنيا رمضان عم قال لك استغفر ربك لك أبي، استغفر ربك الله يرضى عليك. استغفر الله العظيم. اشتقنا لك يا أمي. وأنا بالأكثر تقبروني. تقبري قلبي يا أمو. خالي هون يا أمو. إيه جوا خالك. إيه يلا بدك شي يا أمو؟ عود يا أمو. لا معلش خليني أتيسر، أرضي علي أنت. الله يرضى عليك. السلام عليكم. مع السلامة حبيبي، الله معك. اي والله والله يا مول، بيت بلاكي ما بيسوى شيء. الله يسامح ابوكي. ليش مو يبعت حمى لفوزيه وجوزها؟ معلش يا بنتي، هذا اللي صار. ها؟ اهلين وسهلين. مرحبا خالي، كل سنه وانت سالم. وانت سالمه خالي. شلونك خالي؟ اهلين خالي، فوتوا خالي فوتوا. لا معلش خالي، ما بدنا نطول، بدنا نروح على البيت. ليش؟ والله يا خالي في عنا طبخ وشويه شغل بالبيت. لا لا ما في روحها. واعملوا حسابكم فطوركم عنا اليوم. بس يا خالي. اسمعي كلمة خالك يا بنت. أنا رح أجيب لك لحمة ولبن مشان تساوي لنا شاكرية خالي. قال أنت بتعرفي تطبخي أحسن من أمك، صحيح الحكي؟ إي لك عن ترباية أمي. يلا يرضى عليكي. يلا يا بنات فوتوا شلحوا الملاية. عاوزة شي أختي؟ سلامة عمرك أخي. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. يا مو دريتي شو صارت؟ دريتي يا مو دريت. فوتي تقبريني فوتي. أيمن عمي. السلام عليكم ورحمة والديك. تفضل يا عمي. عوضين. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. تصرعني وين أبي؟ لك يا أبي. لك عم تحلق فيها. لا يا شفتوا لخالك بكاسي؟ هربت من قريته. خير ما عملت. أمك شفتها؟ هيك شو بيعصرية يعني. شلونها؟ ماشي حالها يا أبي، بس مو مرتاحة. مكسور خاطرها يا أبي. إنه أنا لهلا ما عم أفهم يا مو، أنا شو دخلني بكل هالقصة؟ طولي بالك يا عمي، طولي بالك. يا مو أنا شو عملت لهم؟ بس فهموني. معلش يا مو معلش، والله بكرة ليجي يبوسوا الصرامة. إبراهيم ما دخلوا، أنا بعرف ما دخلوا. ليش مين اللي طلقك، هو ولا أبوه؟ أنا ما عم بحكي عن إبراهيم. إبراهيم ولا أبوه هن الاثنين أهلونا بطلاق دلال يا مو. يا مو يا مو والله فرحتيني. وفضل الله وأبو عصام رجع مثل الأول، بس لساته زعلان يقبر عيوني. يو الحق معه يزعل، هو بيحب دلال ودلال بتحبه. يكتر خير هالأبو عصام اللي إجا لعنا. لك الله يخلينا هالأبو عصام، لسه ما قلت له عن حال إبراهيم، ما لقيت لك يا إلا تغير لونه وزور لك يا شو زورة، وقال لي مع السلامة أنت امزكي، أنا بشوف شو بدي ساوي. بس مالك يمين تحلفيني، أنا خفت كتير إنه ما يجي لعنكم بعد اللي صار ببنته دلال. ضليت طول الليل صلي وادعي له. يو الله يخلي لنا اياك يا حق. تفضلي. شو هاد عبي خانم؟ يو يا عبي الشوم، هدول حلوان تعبتك معنا. يو شو هالحكي تقبريني؟ اي والله ابراهيم غالي علي كثير كثير، ان شاء الله بيسلم هديات يا حق. الله يسلمك. بس شوفي عادليه، انت ما لازم تسكتي، ابراهيم متعلق بدلال ومشانه المسكينه قلبت على نصها. يبعت لي حمى عليها لأنه بينخاف ترجع له الحالة مرة تانية. لا ايوه، ولي على قامتي. بعملي حسابك ورجعي وزي بإذن جوزك مشان يرجع له إياها. لا تنامي وتتركيهم يتعذبوا. لا ايوه ما رح أتركهم. وينك من اليوم بلشي فيها إن شاء الله. يلا تسمحي لي عدلية خانو. وين بكير امزكي؟ لك أختي بدي روح شوف شو بدي أفطر. إيه لا تعملي شي، أنا عاملة فخدة ورز من تحت دياتك. بالله إيه، تعالي قبل المغرب خدي فطورك وادعي لنا. إن شاء الله بيعيشوا إيديكي يا حق. يلا خاطرك هلا. بأمان الله، مع السلامة. الله يسلمك. يلا أبي عصام، الله يرضى عليك، خفة أنت يا أبي خفة، روح على بيتك شوف شو بدهم أغراض قبل ما يأدي. يلا أمرك يا أبي. السلام يلا أبي. يلا الله يرضى عليك. يلا معك، مع السلامة. يا أبي أنا رح موت جيب إخواتي من عند أمي. لا تعذب حالك أبي، أمك ما رح تخليهم يجوا. شلون بدنا ناكل يا أبي؟ مين بده يحط لنا فطور؟ أنت. أنا؟
إذا كان أنا شو كبيرة عليك يعني معتز بيك؟ لا يا أبي مو كبيرة بس يعني هذا شغل نسوان يا أبي. معلش تعال حالك أبي تعال حالك يلا قول الله تعال. أمرك يا أبي أمرك. شو بيعرفني بشغل النسوان أنا؟ شو بيعرفني بشغل النسوان؟ ضروري إخواتي يروح يناموا عند أمي. حلو يسحبوها شي يومين ثلاثة كمان بتكون كملت. يلا يا ابي جاي جاي خلصت. لك يا ابي ضارب المدفع ولسه ما اجيت. يلا يا ابي خلصت خلصت. يا خلصنا بالك ابي والله متنا من الجوع. شي طيب يا نوري شي طيب. صحتين سيدي صحتين. دخلها الفاصوليا شغل وين؟ شغل بيت ابو حاتم سيدي. ممتازة يا نوري. صحتين سيدي. هاي الفخدة شغل وين هاي؟ سيدي هاي شغل بيت ابو ابراهيم. ندوه المرأة للمرأة بتبيه. ممتازة. صحتين سيدي صحتين. لا منيحة هيك. دخلك وهذا لبشل هو من بيت مين؟ بيت أبو غالب سيدي. لا بيت أبو غالب نفسه مو ظريف على الأكل. هيك الظاهر سيدي. سيدي أنت دقت الشافرية؟ لا وينها؟ تحت سيدي. شما شما؟ الله يا نوري مبين من ريحتها ظريفة كتير. صحتين سيدي. بيت مين هاي؟ من بيت أبو قاسم سيدي. لندو. يا هيك الشاكرية يا بلا مو مثل طبخ مرتي كأنه الدرك عم يطبخولي بالبيت يا نوري. رمضان كريم سيدي. وأكله كريم يا نوري. صحتين سيدي. إن شاء الله عجبك الأكل ابن عمي. نعمة. صحتين وهنا رح أقوم جيب المحلي. صار بالشاي لك ابي؟ يا ابي لخلص ضب الصفرة. لا هلا ما سويته. اي ابي رح ساويه رح ساويه. لا اله الا الله. لك ايش كان كاس الشاي ما بتعرف الساعة شلون بدك تجوز؟ شلون بدك تجوز؟ يا ابي انت ما بتحبني انا واخي. لا يا ابي ليش؟ لانه وقت كنا عند بيت جدي ما كنت تسأل علينا. سكتي ابونا بيحبنا بس كان بالشغل مو هيك يا ابي؟ ايه يا ابي ايه كنت بالشغل. شفت انه كان بالشغل بس شغله بنهار مو بالليل يا فهيم. ولك يسلم لي اللي بيدافع عني يسلم لي الابضاي. اسعوا هيك عن ابوكم خليه يرتاح اسعوا. لا لا تركيهم تركيهم زات انا مشتاق له خيرات الله. انتوا ما اشتقتوا لي يا ابي؟ بلا بلا. وانا ما اشتقت لي ابن عمي ولو لك بوران. لك انت الاصل. الله عليك يا ابو شي ان شاء الله كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. اهلين عمي يا مرزوق. اهلين مرزوق. ميت ورده والله. ميت ورده والله ابو مرزوق. شوف يا بحتي ضبضبيت. اي والله عفايف. اهلين عمي يا مرزوق. اهلين اهلين. اه تقيلك هلا على راسي يا ابو مرزوق.
قوم اقعد بعيد هنا، قوم. هاي قاعد بعيد عنا. لك قوم احسن ما يطلع خلي عليك، قوم لشوف. صور الشر قوم. لو كانت الجوليه بالوزن كان في اخذت الاولي. في لك صوص؟ اقعدنا حكواتي عمي ابو غالي. ما بدي اقعدنا حكواتي، اصلا حكواتي تبعكم حكاياها كلها سمعانه وطالعه من مناخيري. مثل ما فوت انزرف جوا بالسوق الدنيا ما ابات، فوت. سبحان من زار وخفى. اوعى تلعب بشي عمي ابو غالي، هلا بيشفل منك السكر. روق يا ابي، لا تهز بدنك ان شاء الله. خلصنا بشير. تفضلوا تفضلوا يا رجال، اهلين ابو جوده. تشريف. السلام عليكم. شريف شريف. هات كراسين. سلام. اهلين بعبيد. حيا الله. اهلين جميعا. اهلين شريف. شرفتم. سلامات ضيافي. على السلامة. بسرعة بسرعة. وهذا شاي وهوي. أهلين وسهلين يا حي الله. مرحبا يا رجال. وصلنا امبارح يا سادة يا كرام لعند ما كان الملك الظاهر رايح على الصنمين مشان يجيب الحبوب من عند كعكع، وكيف اتفقوا عليه الحرمية ولطيوله مشان يضربوه وياخذوا له شاكريته. قام هو يحس فيهم وأخر روحته لعند الملك الصالح أيوب مع نجم الدين. ومنكملكم هلا شو صار. لما أمسى المساء قام عاصم ولبس سلاحه وسار إلى البيادر مثل السبع، ونوى بباله يقتل الحرمية واحد واحد أو كلهم بضربة واحدة. ولما وصل البيادر صرخ صوت أرعد الحرمية وقال أنا ناطور البيادر وجد، وسحب الشاكرية والشبرية وهي عم تلمع لمع. قام هربوا الحرمية وخملوا البرامكة عليهم كروا، وصارت قلوبهم ترجف رجف. لحقتهم رجال الظاهر بيبرس والحصان طاير والأرض عم تطوي فيهم طوي، لحد ما وصلوا لعند الشيخ زعيم المشايخ ووقفوا عنده وصار سلام وكلام. لكن أنا أشتغل شغل نسوان يا مو. وشوف فيها أخي، الأكل من مبارحة جاهز وما عليك غير تسخينه على الببول. سدي حلقك وليه، هذا مو شغل رجال. يلا أرخوا عن وشكم أمشوا وراي. يلا طول بالك يا مو طول بالك، بدي أحكي مع أختك دلال. يلا يلا يا مو. شو قلت لك يا مو؟ حاضر يا مو حاضر. أنا بكرة رح أحكي مع الخياطة تكمل شغلها. بس والله يا مو أنا حاسة إنه الموضوع. خلصنا بنتي خلصنا، بكرة وحياة عينك بس يرجع خالك أو شهاب ليجوا هنن ويعتذروا منا، لأنه ما رح يلاقوا أحلم منك بكل الحارة. يلا يا مو يلا 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 عيدوها. إن شاء الله إن شاء الله يا مو، بعد رمضان. ارخي. مع السلامة. الله معكم. آخ من قصص ودواوين النسوان، إنك هيدا قلنا عظيم. أخذنا لطفية ما في منها. إيه والله ما في منها، الله يرحم أبوها. بس الآن وقلنا بين أمه وبين سعاد هو اللي جاب لي كل هالبلاوي. أبدا أي آخرت النهاردي. الله يصلح الحال. أحسن شيء أحسن شيء. شو ما بدك تنامي؟ مو جاييني نوم. إيه لكن خليكي قاعدة مشان بس يجي أبو طبلة تفيقنا مشان نتسحر. أوعك تنامي. ها شي بجنن. لك مين يلي فتح طلاق أمي ونومت أبي بالحارة؟ عم تقول مو أمه. لك مين؟ صافف مع أبو عصام يا أبو بشير مو هيك؟ وبدك ياني فيقك على السحور؟ لك إن شاء الله عمرك ما تتسحل لا أنت ولا أبو عصام.
ساعتين. قوم واحد قوم على سحورك قوم. ابراهيم قوم قوم واحد قوم على سحورك قوم. بشير شفت لي ابو غالي؟ لا والله اليوم ما شفته، ليش شو بدك منه؟ ما فيقني على السحور الابن ال... اللهم اني صايم. لا لا لا، ليش ما فيقك؟ ما بعرف. عم اقول لحالي ليش امبارح كان عم يقول ما نغم عبي عينه. هو هيك قال لك؟ ايه. ايه انا ما راح اخليه يشوفني بنوم، لاني راح ببص له عيونه التنتين بخاطرك. ما طولت عدتنا هون عديد؟ طولت. بس أبي الله يرحمه علمني من أنا وصغير إنه ما يبعتني لجيب شغلة وأرجع بلاها. نحن أجينا لهون على حلب كرمال السلام وما لازم نرجع وإيدينا فاضية. مو هيك عبد الوهاب؟ مزبوط عديد، معك حق. تعال يا ابني الله يرضى عليك، ناولكم شوية بطاطا وشوية باذنجان وفليفلة وكوسة وخيار واللزي منه. انت هو؟ اهلين وسهلين. شوف ابو مرزوق. نعم. ابننا جودة امبارح كان صايم والولد اشتهى موز. قلت حالي ما في غير ابو مرزوق عنده موز مرتب، لذلك الله يرضى عليك بدي منك قرط موز مرتب. ابنك اشتهى الموز؟ بدك قرطه بحاله؟ على عيني. فرط فرط مو مشكلة، المهم يكون بقدر قرط وسجله على الحساب. سيدي والله الدفتر بعد يتحمل. سجله على حسابه ما تشغل بالك، ما راح يروح عليك ولا قرش، هات واتكل على الله. مسيك يا ابني تناول هالموزات. مطول شهر رمضان سيدي. لا تطمن ابو مرزوق، يعني كل شو صفيان له 25 26 يوم، هذا اذا كان الشهر كامل. ايه سيدي لا تنسى تسجله على الحساب. ها يلا خاطرك، هات يا ابني هالاغراض والحالي بسرعة. حرك. أيد أيد أنت وخلاص وقباض إذا بتقباض. اللهم إني صايم. جاي جاي شبكو. أنا مالي معبي عينك ولا ولك هاخ. شوفي والله عندنيك لساوي ونعم والله يا كوان. واقف عندك انت وياه، واقف عندك. سيد عصام مشان الله وين ابوك؟ خير خير. شوفي بشير الشرطه كمشوا لابي واخذوه على المخفى. ليش شو سوا؟ تعال هو ابو غالب وراح سافوا شو قتله. يوا وين ضربوا؟ قدام بيته. مشان الله احكي لنا معك عصام يطلعوا من الحبس ما بدنا يتحول على النظاره. ايه ولا يهمك بشير، هلا انت تيسر وانا بدور لك على الوالد، ان شاء الله اليوم ما بيبات بالحبس. الله يخليك، الله يوفقك. مع السلامه. يسلموا ايديك يا عم يا بشير. لسا قتلتك ما خلصت، بس هتطلع من هون إلك قتلة من العيار التقيل. طيب شو مساوي لك؟ فشلت تساوي معي شي ولا؟ ولك انت إذا تطلع فيني عيونك ببلبص لك ياهم، وبدي لعن كمان. استنى علي حسابك بس لتطلع. طيب ما بدي أعرف شو مساوي لك. تذكر شو عامل لك نواصي. والله ما بدي أعمل شي.
هوني يا إذا بتجيب سيرة أبو عصام لسانك بصل لك. حرك. السلام عليكم. شو يا إبراهيم؟ ما بنرد علينا السلام؟ أهلين. أهلين أهلين عمي أبو عصام. أهلين أهلين عمي. اطلع برا أنت. اطلع برا الدكان. تفضل عود. شو بتريد؟ شوف يا إبراهيم، أنا جاي حتى أحكي مع منك كلمتين وما راح أعاتبك على استقبالك اليوم. أبو بشير احكي الصدق أحسن لك. ها الله وكيلكم، ما عم بقدر أبلع ريقي من كتر ما لي عطشان. صعيب غالب ما فيتوا على السحور. صعي سيدي صعي، لأني كنت مقروق منه وما دقيت على بابه. وليش كنت مقروق منه؟ لأني شفته بنومي عم يسبني ونازل فيني بهدلي على أب موزة قدام أهل الحارة. وليه عم تسبه قدام أهل الحارة؟ وإمتى أنا سبيته سيدي؟ أبو غالب عم يكذب. ما سمعته شو قال؟ بلا سمعته، قال إني بهدلته قدام أهل الحارة بس لما كان نايم، يعني بالمنام، والمنامات ما عليها لا تدقيق ولا محكومية. شي حلو؟ ما شاء الله. وكان بدك تعلمني شغلي ما؟ أنت بدك تقلي أنو عليه محكومية وأنو ما عليه محكومية؟ استغفر الله سيدي، لحنا ما بنحسن نتجرع على القانون تبعكم، بس أبو غالب كذاب، أنا لا شفته لا بمنامي ولا بهدلته. ليه عم تكذب ولا أبو غالب؟ لا وحياة راسك وشواربك ما عم كذب، وبالعلامة عندي شهود أهل الحارة شافوه وسمعوه وهو نازل فيني مسبات طالعة نازلة. سمعت؟ أبو غالب ما بيكذب، وهي حلف براسي وشواربي وشهود أهل الحارة. بعترف الله يرضى عليك. ها تعترف ولا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو أبو غالب؟ أبو بشير راح تعترف ولا خليك تعترف غصبا عنك؟ رح أقول لك كل شيء وأمري لله. أحكي لشوف، عم بسمعك. شو عم تحكي يا إبراهيم؟ أخي أنا ما بجوز ابني لوحدة أمها مطلقة، وهذا آخر كلام عندي. ليش؟ شو أمها عيبة؟ لا العفو، مو هذا قصدي أنا، مو هذا قصدي. لك عن شو قصدك؟ أنا ما عاد عندي حكي يا إبراهيم. صح ماشي ماشي، أنا لو بعرف معدنك يا إبراهيم كان في إلي كلام تاني معك. وأنا بجيتي لعند منك هلأ ما طلعت لا عن العرف ولا عن الشرع، بس كنت أفكر حالي عم أحكي مع واحد بيعرف قيمة كلمة رجال. لو بتصل راسك للسماء أنت ولا ابنك، ما عاد يكون عنا نصيب. ليش كسرت الطبلة وخليت الناس من دون سحور؟ سيدي ما عم كذب صدقني، والطبلة ما فيها شيء مثل الصلاة على النبي، وإذا ما لكم مصدقين روح على البيت تلاقوها معلقة بالحيط. لا صدقوا سيدي لا صدقوا، الطبلة تبعه مكسورة، وإذا ما صدقتوني روحوا لعنده على البيت وشوفوها. هلا بدي أقعد أشتغل فيك وفي دوري. نعم سيدي. خذنا على الحبس. ليش الحبس سيدي؟ ليش الحبس؟ لحتى تتفقوا على مشكلة بناديلكم بسمعها منكم انتوا الاثنين، نشفتوا ريقي. نوري قد ايه بقيان لهذا المغرب؟ بقيان شي ست ساعات سيدي. اف خذ مخرج تتحرك بسرعه. يا حبيبي هذا فوق ما اشتكيت عليه الحبس كمان. اتحرك واضرب منك الو. ما حس توني والطفل مكسوره. اتحرك يا اتحرك. حاني أشوف. لسه ما تفشلني منك يا أخ. خلص تجاهل لك تجاهل لك تجاهل صار معك أخي.
لسه ما طلع من المخفر. خبرت ابو عصام؟ رحت لعنده على الدكان وما لقيته، عصام راح يدور عليه ويخبره. وشو بدنا نساوي؟ خايف ما يطلع اليوم، بقى جاهز الفطور بالسفرطاس لاخذ له اياه. ولي على امتي ان شاء الله بده يفطر بالمخفر. شو بدنا نساوي يا مو؟ شو بدنا نساوي؟ ابي عامل خناقه كبيره وضارب فيها ابو غالي. الله يوفقه يبعث له 100 حمال ابو غالي. طيب يتصالحوا. ابو غالي مو رضيان يتنازل عن حقه، القتله اللي اكلها قويه، ابي مطربش له وشه فيها. قد ايه بقيان المغرب؟ مطول يا ابو، مطول. انا فايت ارتاح شوي، انتو جاهزوا السفرطاس، بركي ما طلع اليوم. دخيلك يا ربي ما يفطر بالمخفر، يا رب يطلع يا رب، بس هلا لازم اقتلي ابو غالي. وليش متخانقين؟ عم يقولوا الناس انه ابو غالي ما فيق ابو بشير على السحور. بيكون سيء عنه. شو نساوي سيدي؟ اخي شغلته فاضية. طالما ما في دم ولا ارواح بكره بيطلع من الحبس. احمل حالك وخذ له اكل خليه يفطر. وشو اخذ له عقيد؟ اخي شوف شو في ببيتك وخذ له. امرك. يلا يا مو الله يوفقك، خلينا لحلو الفطور قبل ما يضرب المدفع. يلا يا مو يلا. تاخذ له ابريق مي اخي؟ ما بدها اختي ما بدها. طب بركي عطشان. لك اختي في هنيك خلصينا هلا. طيب ما بدك بقطع عليك انا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بأمان الله. بسم الله. نص ساعة لأداء المغرب. ادخل. سيدي ابن ابو بشير وصديق ابو غالب اجوا جايبين معهم اكل الموقوفين. ادخلهم دخلهم اشوف شو جايبين له فطور معهم. حاضر سيدي. خذ انت وياه يلا حرك. مرحبا سيدي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمه الله. شو جايبين معكم فطور؟ شو جايب معك لابوك يا بشير؟ سكبة كبة بلبنية وقطعتين عجة وشقفة لحمة بالصحن مشوية بالفرن وشوربة عدس وشوية سلطة وعصير ليمون وخصلتين عنب وتفاحتين وهريسة اللوز. لا أكل دسم ما بو شي. وانت شو جايب معك؟ فركة كوسة وشوية متبل بالكوسة وشوربة كوسة وكوسة مقلية مع البقدونس والثوم. بس ايه الله يسامحك، هذا فطور بيجاب لسجين صار له 16 ساعة صاير. سيدي هذا الموجود عنا بخير الله. على كل حال ما كان في داعي تعذبوا حالكم لأني كنت راح أخلي سبيلهم بعد شوي. ولا قلكم يلا حطوهن هون، حطوا الأكلات حطوهن، خلي يأكلون هالدرك حرام كلهم صايمين. نوري. نعم سيدي. نزيل طالع عبشير وأبغالب من الحبس وبعتهم على بيوتهم. حاضر سيدي. وانتو تيسر والله معكم. السلام سيدي. السلام عليكم. الله معكم، مع السلامة. أبو بشير ادعى لأبو غالب إنه ما عم يفيقوا على السحور، وقال صار له كذا يوم عم يصوم بدون سحور. لكان معه حق، أبو غالب لازم ياكل أكله. شلون سيدي؟ لأنه أبو غالب ما كان يزوق ويبطل نقصهم على العالم. يعني دورت عليك بكل الحارة ما لقيتك. هلا شو صار باب بشير أبي؟ لا طلع يا أبي طلع. حدا مد إيده عليه؟ لا يا أبي. يعني انتهت بأرضها؟ انتهت بأرضها. يا الحمد لله الحمد لله. يا أبي استفدت لك بالنهار، وين كنت؟ كان عنده مني هيك مشوار شغل أبي. الله يعطيك العافية يا أبي. يا أبي ضرب المدفع، قوموا على الفطور. يا أبي عصام الله يرضى عليك، مين حالك وروح على بيتك هلا، انت مرتاح مستناك على الفطور، روح يا أبي روح. مشي يا أبي، السلام عليكم. طب أخي خليك افطار معنا. غير مرة أختي، بخاطركم. الله معك. يلا يا أبي.
حن عليك يا بي. أنا عافيني بالأكل والله ماني نفس حط لقبة مثل من لقبي هلا. زيني عند اخواتك انت كريم تبي انا ارد عليك هلا انا بشوف حايس كان بدري الحقهم ولا لا. يلا متل ما بدك يا بي. يلا يلا يعني لو ما كان السفرطاس متسم ما كنت طلعت ابن عمي؟ اي نعم بطنه كبير ما بيشبع. اي الله لا يشبعه. طيب اذا كانت المشكلة عادية ليش حبسوكم يا بي؟ لك يا بي رزة وجهت لعنده معقول الطيارة من ايده وفوق هاد في اكل وتعباية بطن. مهم يا بي شو راح بتساوي مع بغالي؟ ما راح خليه يكمل الشهر بهالحارة، راح دبر له تفنجة توطي راسه بالاراضي. يا بي خد افطار، ما بيجوز تضلك لهلا من دون اكل وشرب. هات يا بي هات. الحمد لله رب العالمين. يسلم ابي. الله يوفقك يا بي، انزل افطار معنا. مو هلا ابي بس جوع منك. يلا شباب بدو ايدكم سموا بالرحمن خلونا السحر على بكير. يسلم هديات تعيشوا تمد صفر يا ابو النور. يا ابو النور يا ابو النور عجب منو هالجو هنا بهالوقت؟ خليكم متخبين هون لاشوف منو هاد. خاطرك عمي ابو النور؟ طب هلا خيو سلم. خير ابو النور شو منو هاد؟ هذا واحد من جماعة ابو طوني. ايه قال درك يمشين ثلاثة من جماعة ابو طوني لما كانوا عم هربوا سلاح عن طريق باب الهوى وبيقولكن ابو طوني خليكم متخبين هون ليبعتلكن خبر تاني لانه درك قلبين الدنيا لا يعرفوا لمين هالسلاح ولا وين بده يصل. لا حول ولا قوة الا بالله. شو يعني عقيد؟ شو يعني؟ يعني بدنا نستنى ليفرج الله. يا أختي سامحيني دلال والله مو قصدي.
تعا تعا أبي تعا. أنا بفتح خليك أنت خليك. بيقول لك أبو حسن دير بالك من الطريق وخاصة عند الجسر. بتخبر أبو سلطان وبتقول له إنه في بيناتهم واحد دساس عم يشكي عليهم. عرفتوا مين؟ إيه عرفناه. أنت بس عطي السر أبوه بيعرفه وبتقول له سوحه بدون ما تسأله. ماشي. وغيره؟ دعينا يا بي دعينا. عم فايق. انت ايش واقف هون؟ يا بي قلت لحالي بركان بدك شيء عاوز شيء. لا لا ارضى عليك ما بدي شيء. فوت ما بدي روح روح. يلا تصبح على خير. انت من اهل روح. عم يا ماجي شو بلن؟ لقيك حيص بالحارة شو مو جايك نور؟ لا والله لا والله مو جايني نور. ايه؟ اخذ لك كاس شاي معي. ايه شو عليه؟ نشرب شاي. شرب. اهلين ابو العز. اهلين ابو ماجي. لا صب لك نقفة دين كاسة شاي على دين كيفه. صب صب. ومن هون ليصير السحور بنكون حكينا لنا كم سيرة. سحور؟ ايه للسحور. ليش في عليك شي؟ لا دو يحصد شر الندالة والعز بيرجع للي عنده حق.